ما الوصال في الصيام أن يصل يوما بيوم صياما متصلا لا يفطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني لا يأكل ولا يفطر ولا يشرب إلى الثلث الأخير من الليل. والنبي نهى عن الوصال عموما، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.